شارع جديد مزيان، ولكن هاد الناس كرفسونا شويه، كان الاشغال شويه ثقيله. ملي جا سيدنا الله ينصرو عاد باش تحركوا شويه، كانوا سادين الطريق، سادينها ما كيديروا فيها والو، مسدوده ما كيديروا فيها حتى شي حاجه. باش عرفنا حنا ما كيديروا فيها حتى شي حاجه. ملي جا سيدنا السبت السيمانه الاولى ديال رمضان الله ينصرو، تحلت كاع الطرقان، فاذا بنا كنتفاجئوا كنلقاو دوك الطرقان اللي كانوا مسدودين ما دايرين فيهم والو، حتى شي حاجه ما دايرين فيهم. حنا مع هادشي، مع هادشي اللي ولا جديد حنا معاه، حتى واحد ما غيكون ضد الدوله. انت كتشوف كما كيبان لك هاد الزفت راه ما كانش، وهذاك حتى هو راه ما كانش. ملي جا سيدنا عجلوا بالامر دغيا، وهاد الناس هادو راه خصهم يخدموا الوطن، ما يستناوش سيدنا تيجي. راه اي واحد كيدي كيأدي القسم على هاد البلاد، لا من دكتور ولا من اي واحد، لا البرلمانيين اللي كيدخلوا برا كيديو القسم. اذا خصنا نخدموا البلاد. هذاك الشيء زوين تبارك الله، هذاك الشيء بحال اوروبا دابا، مع النخل صيبوا الشانطيات وغادي يدوز ترامواي من هنا، غادي يولي علام هنا، غادي يولي داك الشيء مقير. دابا غادي يوليو يقولوا لي كاع شارع النخل عادي، النخل احسن من الشجر. الشجر كان داك الشيء فهمتيني، داك الشيء معير، ولكن دابا داك الشيء مخير اهو، والله العظيم الناس كاع كيقولوها ماشي لا هما ديروا النخل احسن. وانا قلت لك دابا بحال ورد دابا غادي يسميوه من هنا لقدام، غيقول شارع النخل مابقاش شارع الشجر. دابا النخل كيبان زوين مازال، دابا ماشي دابا تيحيدوا داك العود يمكوفرين به ويتحل من الفوق، وداك الشيء غادي يبان لك داك الشيء مزيان. شارع الشجر احسن حاجه اللي كان اخويا في الاول، رواج اللي كان في الاول ماشي هو رواج اللي كاين دابا، واخا شي ديال الاصلاح والو راك عارف الشارع، الشارع هذا كيبقى شعبي ديال الشعبي، الناس شعبيين كيبقى شعبي، الرواج ما بقاش فيه كما كان راك عارف دابا. لا في الاول اخويا انا الصراحه انا راكش خدام فيه، انا راكش سميتو هنا راكش خدام فيه، الخدمه اللي كانت في الاول ما بقاش، اضطريت انا صافي طلقت المحل ما بقاش عندي داك الشيء تما كان صافي، والله من الاحسن تحول. الشارع اصلا كيجي بنادم من اي قنت كيبغي يركب، اي بلاصه بنادم كيبغي يركب لاي قنت كيجي شارع الشجر يطلع يركب. هنا دابا لا حاليا طاكسي من هنا للكليه خاصو يوقف ساعه ونص ولا شحال خاص باش تركب، يعني ما كاينش اخويا. شارع الشجر هو اللي كان في الاول، بقى ما عرفتش اش يديروا، بحال شارع محمد الخامس غير بحالو غيبقى خاوي. هاكا احسن، حنا بغينا المصلحه العامه لكل شيء، تشوفوا بلادنا زينه ماشي نشوفوها اللور اللور. ندخل زينه للشارع، واخا حيدوا الشجر القديم دابا ندخل راه زينه للشارع. فهمتيني؟ انا بالنسبه لي كنفضل الجديد، حنا مع العصر المعاصر هذاك الشيء ما ندخل. الناس الشجر عشنا معاه بزاف، دابا شويه تغيير شويه تبديل عاوتاني، وكنقول انا ربما هكا احسن من القديم. كوم هي كتكون شويه ديال الجماليه وشويه ديال التطور، ترامواي عاوتاني ونخيلات، يعني كوم احسن. حنا مع التبديل مع التغيير. كازا ولا فيها النخل بزاف؟ هو النخل راه رمز ديال المغرب، خصكم جميع 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 المدن المغربيه، بحال مراكش بحال كازا بحال الرمز ديالنا هذاك، النخله والتمره والصحراء والصحراء المغربيه.